2018 ان شاء الله ينعاد على علينا ان شاء الله، يعني يستقر الاوضاع في سوريا ان شاء الله، وخصوصا في محافظه الحسكه ان شاء الله. والله الاسعار حسب الوضع، وضع حرب، ونحن جزء من هالحرب يعني الحسكه يعني. ان شاء الله الاسعار تنزل باذن الله. والله العمله نازله، ونزول العمله ياثر على السوق طبعا، يعني نزول العمله معناته الاسعار ترتفع. هنتمنى ينزل الاسعار، هذا بيعكس سلبا على المواطن الدرجه الاولى يعني ان شاء الله. بخصوص الدولار، الدولار لازم ينزل، الدولار ما هذا سعره ولازم يكون اقل من هيك. وباذن الله راح ينزل بسبب اساسي هو تحرك المصانع او تحرك راس المال اللي كان برا ورجع، وغير هيك عوده حلب لوضعها الطبيعي. بتعرفي حلب عمل صناعات ومعامل غالبيتها موجوده بحلب، فهذا الشيء راح يحسن الوضع الاقتصادي للبلد كثير. اسعار الادويه عاليه وعم تختلف من مكان لمكان بسبب صعوبه الشحن الدرجه الاساسيه. راح تتحسن، هتتحسن بالذات بعد توفر الامان بالطرقات، وبعد ما يستقر سعر الدولار، لان الماده الاساسيه بالادويه مستورده من برا. بتمنى عوده كل زائر، مو كل نازح، عوده كل زائر لبيته. ان شاء الله نتوقع تقول ان شاء الله تصير احسن يعني، ونتوقع تكون يعني ترجع انت ان شاء الله تكون منيحه الاسعار ان شاء الله. هي بس رجعت العمله السوريه على يعني قيمتها الاساسيه، كل شيء راح يرخص ان شاء الله، والطرقات عم تفتح ان شاء الله، وكله عم يمشي لحاله يعني، الطرقات كلها عم تمشي. نكون هيك نجتمع كلياتنا نحن والاهل وكل العالم هيك المحبين والقرايبين، نرجع مثل اولي، وهيك الله يفرج عنا وعن هالبلد كلياتها.